رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. صالح والكاظمي يؤكدان أهمية الحوار الجاد والفاعل لحل الأزمة السياسية بالعراق. وروسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا ل 5000 يورو لكل 1000 متر مكعب قبل نهاية العام الجاري. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وخلال اللقاء تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة في إطار زمني محدد، وذلك للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية. هذا وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالات التموين، المرور، الكهرباء، الآثار، المصنفات والأموال العامة والضرائب، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابعها في التقرير التالي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 40 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3269 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 44 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,412 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,322 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2700 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط ما يزيد على 38 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 4226 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يزيد على 7 طن. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 610.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2544 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 640.5 طن. كما تم ضبط 193 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يزيد على 392 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 991,439 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 279,935 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4059 من قائدي المركبات،
تبين إيجابية عدد 206 سائق منهم، كما تم المرور على 49 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 165 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعاً. كما تم فحص 173 مركبة، وتبين عدم مطابقة 9 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 335 سيارة و59 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18956 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1163 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1442 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 3882 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3976 مخالفة ملصقات، وضبط 41 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1897 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83241 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,905,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 292 قضية، من بينها 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و154 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 39 قضية بقيمة مالية بلغت 110,479,018 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1722 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,654,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,105,009 جنيهات. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 48 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 82 طناً. أما في مجال قضايا المخابز، فتم ضبط 718 قضية، من بينها 133 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يزور وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، يزور الجابون للمشاركة في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا. وقالت وزارة الخارجية إنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري
بعدد من كبار المسؤولين الجابونيين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، وذلك بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين القارية والدولية. وإلى الشأن العراقي، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى حل للأزمة السياسية. وخلال لقائهما في قصر السلام ببغداد شدد على ضرورة انتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا وتسهم في إخراج العراق من الأزمة الراهنة وترسخ الأمن والاستقرار. هذا وأبدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استعداد حكومته لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاء. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، وأشاد الكاظمي بأداء القضاء في مختلف الاختصاصات. إلى تونس، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تضامن إفريقي يسهم في التوصل إلى حلول جدية لمشاكل القارة وفق تصورات جديدة ورؤى غير تقليدية. جاء ذلك في كلمة له خلال ختام اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8، حيث أشار سعيد إلى أن تحقيق التنمية لن يتم إلا من خلال تدعيم السلم والأمن في إفريقيا. تعهدت اليابان بالضغط من أجل حصول القارة الإفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته عبر الفيديو كونفرنس في ختام مؤتمر تيكاد بالعاصمة التونسية إنه من الملح معالجة الظلم التاريخي تجاه إفريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى يعملوا بفاعلية. هذا وأوضح أنه سيدعو مع شغل بلاده العام القادم وحتى 2024 أن تشغل مقعدا غير دائم في المجلس إلى إصلاح هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة. تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن تايوان، حيث أكد الجيش الصيني أنه يراقب التحركات الأمريكية في مضيق تايوان، مضيفا أنه مستعد للرد على أي استفزازات. تصريحات الجيش الصيني جاءت في أعقاب عبور سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية المياه الدولية في مضيق تايوان في أول عملية منذ تصاعد أو التوتر مع بكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. مزيد في سياق التقرير التالي. عاد مضيق تايوان للواجهة مجددا في إطار تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ففي أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر مع الصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبي، أعلنت البحرية الأمريكية أن سفينتين حربيتين أمريكيتين أبحرتا عبر مضيق تايوان. وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن عبور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهند والهادئ. في المقابل أعلن الجيش الصيني أنه يراقب التحركات الأمريكية في مضيق تايوان مشيرا إلى استعداده للرد على أي استفزازات. وتأتي عملية عبور السفن الأمريكية تنفيذا لما أفصح عنه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كورت كامبل بأن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان، مؤكدا أن القوة الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.
وتأتي تلك التطورات بعدما أجرت الصين تدريبات عسكرية لتكون بمثابة رد من جانب بكين على الزيارة التي أجرتها بيلوسي، أرفع سياسي أمريكي طفأ قدما على الجزيرة خلال 25 عاماً. وشكل مضيق تايوان مصدرا متكررا للتوتر العسكري، فبعد نحو أسبوع على زيارة بيلوسي استقبلت الجزيرة 5 مشرعين أمريكيين آخرين ليرد الجيش الصيني بتنفيذ مزيد من التدريبات قرب الجزيرة. تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غدا الاثنين الجولة الثانية من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية أن تلك المناورات المشتركة تهدف لتعزيز القدرة على الهجوم المضاد وإجراء العمليات العسكرية المضادة، مضيفة أنها ستستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. كانت الجولة الأولى من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين انطلقت الاثنين الماضي واختتمت يوم الجمعة. أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف عن اعتقاده بأن سعر الغاز في أوروبا سيقفز بشكل كبير. وفقا لميدفيديف قد يرتفع سعر كل 1000 متر مكعب من الغاز إلى 5000 يورو قبل نهاية العام الجاري. كان سعر التسوية للعقود الآجلة للغاز قد وصل إلى أكثر من 3507 دولارات في آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي، وهي قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات بيع الغاز في أوروبا منذ عام 1996. أكد المستشار النمساوي كارل نهمر أن الحكومة تراقب بقلق القفزات المستمرة في الأسعار في سوق الطاقة، متعهدا بتوفير إمدادات للطاقة اللازمة ضمن توفير احتياجات جميع المنازل والشركات. وقال نهمر إن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة تسبب مجددا في زيادة الأعباء على الاقتصاد النمساوي، مضيفا أنه سيلتقي الوزراء المعنيين وجميع خبراء الطاقة لبحث سبل مواجهة الزيادة الكبيرة الجديدة في أسعار الطاقة. ونوه نهمر بأن الاتصالات مستمرة مع الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن لإطلاعه على نتائج وقرارات الاجتماع. أفادت وسائل أعلام رسمية أن أزمة الطاقة الناتجة عن الجفاف في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين أكبر منتج للطاقة الكهربائية في البلاد بدأت تتراجع مع انخفاض درجات الحرارة. ونقلت وسائل الأعلام عن مؤسسة الكهرباء الحكومية الصينية قولها إنه تمت إعادة التيار الكهربي للمؤسسات الصناعية والتجارية، فيما ستتم إعادته تدريجيا لكبار العملاء في قطاع الصناعة باستثناء الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأدى الجفاف الذي استمر لفترة طويلة في منطقة حوض نهر يانجستي إلى إعاقة إمدادات الكهرباء، ما أثار مخاوف من أن الصين قد تعاني من نقص كبير آخر في الطاقة. اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بمواصلة الاستفزازات بهدف خلق تهديد بحدوث كارثة نووية مصطنعة في محطة زابوريجيا. وقالت الدفاع الروسية إن المحطة تتعرض للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية المتمركزة في مقاطعة دنيبرو بتروفسك، مؤكدة أن الوضع الإشعاعي داخل المحطة وحولها لا يزال في الحدود الطبيعية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها الجوية دمرت ورشا صناعية بمدينة زابوريجيا كانت تجرى فيها إعادة تأهيل مروحيات تابعة للجيش الأوكراني. وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن الضربات الجوية الروسية أصابت 3 مراكز قيادة للجيش الأوكراني، إضافة إلى 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 139 منطقة. مزيدا انضم الينا مباشره من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل اكسترا نيوز
في روسيا. حسين برحب بك معنا، يعني ما هي الأوضاع، يعني إلى أي مدى وصلت البنى التحتية للمحطة في زابوريجيا بفعل القصف المتكرر؟ تحياتي سمر. وزارة الدفاع الروسية أكدت عن أن المحطة الطاقة النووية في زاباروجي لا زالت لغاية الآن تحت السيطرة، وهي محمية بشكل جيد، والاستهدافات الأوكرانية على هذه المحطة لغاية الآن لم تشكل الخطر لتسريب أي شعاع نووي من المحطة، لكن بالمقابل روسيا تطالب الغرب والدول الأوروبية بضرورة الضغط على القوات الأوكرانية لعدم استهداف المحطة مرة أخرى. وأيضا منذ قليل تحدثت وسائل إعلام روسية عن إسقاط القوات الروسية طائرة مسيرة فوق محطة الطاقة النووية في زاباروجي. بالمقابل وعلى السياق وفي السياق الدبلوماسي، رحبت الخارجية الروسية بإعلان أعضاء وكالة الطاقة الذرية زيارة المحطة في أواخر الشهر الحالي، وأيضا أعلنت الخارجية استعدادها للمساعدة في وصول أعضاء الوكالة إلى محطة زاباروجي. لكن بالمقابل اتهمت ماريا زخارفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية القوات الأوكرانية بالضغط لعدم وصول أعضاء وكالة الطاقة إلى محطة زاباروجي، وبالرغم من الضغوط الأوكرانية إلا أن روسيا أكدت على أنها مستعدة للمساعدة في وصول الأعضاء إلى زاباروجي، وأن القوات الروسية مستعدة لتأمين حماية الوفد وفد وكالة الطاقة الذرية. روسيا تسعى من إعلان استعدادها للمساعدة، وأيضا تسعى لوصول أعضاء وكالة الطاقة الذرية لتثبيت الأدلة على أن القوات الأوكرانية هي الجهة التي تقف خلف الاستهدافات التي تعرضت لها محطة زاباروجي. ويوم أمس قدم فاسيلي نيبنزيا المندوب الروسي لدى مجلس الأمن أدلة تؤكد تورط القوات الأوكرانية في قصف المحطة في 25 من أغسطس الحالي. لكن بالرغم من جميع الأدلة الروسية والتأكيدات الروسية على أن القوات الروسية لا علاقة لها في الاستهدافات على محطة زاباروجي، إلا أن الغرب لا زال لغاية الآن يحمل روسيا المسؤولية ويطالب روسيا بالانسحاب الفوري من المحطة. التأكيدات الروسية تأتي في إطار عدم الانسحاب وأن القوات الروسية باقية في المحطة، نظرا إلى أن منطقة زاباروجي بشكل عام قابلة على استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا، كما ستفعل غيرها من المناطق ومنها دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى خيرسون. هذه المناطق سيتم إجراء استفتاء شعبي بداخلها حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وحسب الخبراء والمراقبين فإن جميع مواطني هذه المناطق يريدون الانضمام إلى روسيا، ومسألة الانضمام باتت بين قوسين أو أدنى من ضم روسيا هذه المدن إليها. هذا ما يؤكد حسب الخبراء على أن الوجود الروسي في زاباروجي أصبح وجود أبدي، وما يطالب به الغرب ودول مجموعة السبع بضرورة انسحاب روسيا الفوري من محطة زاباروجي لن يتحقق، وأن الوجود الروسي في هذه المحطة هو لحمايتها من الاستفزازات والاستهدافات الأوكرانية. حسين، بس كنت أريد أن أسألك عن هناك اعتزام من جانب الاتحاد الأوروبي بتعليق تأشيرات الدخول من وإلى روسيا كجزء من العقوبات المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ماذا لديك في هذا الصدد؟ نعم، في حال وقع الاتحاد الأوروبي أو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المرسوم بتعليق عمل تأشيرات السياحة أو تأشيرات دخول المواطنين الروس إلى الدول الأوروبية، فبذلك سيخسر الاتحاد الأوروبي مبالغ مالية هائلة، تقدرت المبالغ أكثر من مليار دولار. وأيضا منذ أيام قليلة صرح أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي عن أن روسيا سترد على هذا القرار في حال
دول تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي، فأيضا من الممكن أن تمنع روسيا المواطنين الأوروبيين من دخول أراضيها كرد بالمثل على قرار الاتحاد الأوروبي. للإشارة هنا إلى أن روسيا منذ بداية العملية العسكرية ومنذ بداية العقوبات الغربية التي فرضت عليها فإن روسيا ترد بالمثل، أي في حال تم طرد دبلوماسيين روس من أي بلد غربي روسيا بالمقابل تطرد من أراضيها مواطني أو دبلوماسيي هذا البلد. الآن روسيا بصدد الرد بالمثل على قرار الاتحاد الأوروبي في حال تم توقيعه، والأمر هذا أو هذه الخطوة ستنعكس بالتأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا نظرا إلى حجم السياحة الروسية في الدول الأوروبية، وأيضا خبراء الاقتصاد وتحديدا خبراء أيضا الشركات السياحية يتوقعون خسارة كبيرة. اتضحت الصورة حسين، توجه إليك بجزيل الشكر الزميل حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز من موسكو، شكرا جزيلا لك. أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن ملايين المتقاعدين في بريطانيا يواجهون خسارة قدرها 25 ألف جنيه استرليني في الدخل، حيث تفشل مدفوعات المعاشات في مواكبة ارتفاع الأسعار. هذا وقالت الصحيفة البريطانية إن نحو 4,500,000 متقاعد من القطاع الخاص البريطاني سيخسرون ما متوسطه 1,200 جنيه استرليني سنويا على مدار العامين المقبلين، موضحة أن الزيادات السنوية أقل بكثير من معدل التضخم البريطاني المرتفع، مضيفة أن المتقاعدين البريطانيين يخسرون 25 ألف جنيه استرليني على مدار حياتهم. وعلقت تلغراف أن هذا يأتي في الوقت الذي يرجح فيه بنك إنجلترا أن التضخم البريطاني قد يصل إلى 13.3% أكتوبر المقبل مع ارتفاع متوسط فواتير الطاقة فوق 3,500 جنيه استرليني. قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية إنه من المفترض أن يساعد ضعف العملة الوطنية اقتصاد البلاد، مضيفا أنه يتوقع تجديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة. هذا وأوضح أن ضعف الوون سيسهم في تحسين الصادرات وحساب المعاملات الجارية رغم أنه سيزيد الضغط التضخمي إلى حد ما. هذا وأضاف رئيس الوزراء الكوري أن السوق تحدد سعر الصرف وأن الاتفاقات الدولية تشير إلى عدم إمكانية التدخل إلا لتهدئة التقلبات قصيرة الأجل. أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا مهما من أن طفرات جديدة لفيروس كورونا قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد نهاية فصل الصيف. ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد تلك الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية من أن الإصابات قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة. أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدر القردة ارتفعت لأكثر من 17 ألف حالة في مختلف الولايات الأمريكية. وذكر بيان للمركز الأمريكي أن حالات الإصابة بلغت أكثر من 3,000 حالة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها.
ختام جولة السادسة مساءنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، أما الآن عودة مرة أخرى لزميلة لمى جبريل لاستكمال فقرات أكسترا اليوم. إليك لمى.